احسن اليكم. تقول عن نفسها: انني معلمه واريد ان اتبع كتاب الله وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم في التربيه وفي جميع شؤون حياتي، فبماذا تنصحونني؟ انصحك بالتعلم اولا، فعلت سنه النبي صلى الله عليه وسلم في تربيه الاولاد وفي تربيه النفس وفي جميع الامور، فان المسلم والمسلمه ماموران بالاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر. ذكر الله كثيرا، قال تعالى: وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم مطلوب من المسلم، وإذا أراد أن يربي أولاده أو يربي نفسه أو يعمل أي عمل فعليه أن يراجع ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو يسأل أهل العلم عن ذلك ويتمشى على وجود الإسلام. جزاكم الله خيرا. هل تتفضلون بإرشادها إلى بعض الكتب التي تعينها على أن تكون متربية ومربية أيضا على منهج الله سبحانه وتعالى؟ الكتب والحمد لله كثيرة. طيب أعظمها كتاب الله عز وجل، فيه الخير الكثير. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. القرآن إذا تدبره المسلم استفاد منه الطريقة التي يسير عليها في عبادته وفي معاملته وفي آدابه وأخلاقه، وكذلك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، مطالعة الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرهما مما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، مراجعة الأحاديث والعمل بها. ومن ذلك رياض الصالحين للإمام النووي، قد جمع خيرا كثيرا من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في العبادات والأخلاق والمعاملات، كذلك الآراء الأحاديث الأربعون النووية وشرحها للحافظ ابن رجب جامع العلوم والحكم في هذا الكتاب وفي شرحه خير كثير. فهذه من المراجع للمسلم. وأيضا هناك كتاب نفيس في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وانضباط الأحكام الشرعية من هذه السيرة العطرة، ألا وهو كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد للإمام الحافظ ابن القيم رحمه الله، وغير ذلك من كتب أهل السنة والجماعة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.